يعرف ان الذبح عباده والنذر عباده، ما يعرف يعلم انما يعرف يعلم، ما يحكم عليه بالشرك، الجاهل يعلم يحكم عليه بالشرك يعلم. الله ما سمعت الله يقول ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم ان عليه تفهم تفهم الشرك انهم الا انهم انهم بل هم ضلوا سبيلا بعد ابعد. قال جل وعلا ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ما وراء هذا التنديد لهم صلى الله عليه وسلم.